مشاهدينا صباح الفل عليكم. دلوقتي بقى ميعاد اللعب والتنطيط والمسابقات والحكايات والحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها دايما في رحلتنا السعيده. يلا على طول نتعرف على الاسرتين اللي منورينا النهارده ونبتدي بقى نشوف مين هيلعب معانا ومين هيقضي معانا رحله سعيده. اسره الاستاذ يامن، ازاي؟ الحمد لله. قول لي بقى، عندك كام سنه وبتحب تلعب ايه وبتعمل ايه في حياتك وكده؟ عندي 7 سنين. بجريد 2. بلعب سباحه وكوره. وايه وبس كده، كفايه عليكم. ماشي اوكي. اختك اسمها رولين. رولين اوكي. عندي 8 سنين. جريد 2. وبلعب جمباز. وبلعب بعرف ارسم. يا ولد بتحبي ترسمي كتير يعني؟ طيب ماشي، نشوف النهارده بقى اللعب ده كله هيطلع في ايه. ماما يسرى محمد، اهلا. عندي 31 سنه. اوكي. ربيت منزل. شجاعه ادبيه منك تقولي سنك والله. ماشي برافو. محمد السيد. ايوه نفس السن. الله. مفيش اي اختلاف يعني. ايوه ماشي. مش هقول. ماشي. هعديها. اوكي هنصدق كلنا. شغال فوتوغرافر. فوتوغرافر. نايس. بنصور بقى وكده. صور فوتوشوب. فوتوغرافيا يعني. فوتوغرافيا وفوتوشوب. وفوتوشوب. ماشي. هنلعب النهارده جامد. انتوا اسره من القاهره؟ اصلكم من القاهره؟ لا من اسكندريه. اسكندرانيه. اسكندريه اجدع ناس ان شاء الله خير. طيب الاسره الثانيه اللي معانا النهارده اسره الاستاذ باتريك. باتريك. طب يا باتريك الله مكسوف ليه؟ احكي لي عندك كام سنه وبتحب تعمل ايه؟ 6 سنين. وبتحب تعمل ايه؟ بتفرج على التلفزيون دايما. دايما دايما دايما. الله. طب وايه اللي بيضحك في كده؟ ماشي اوكي. ماشي. واختك اسمها مارلا. مارلا. ازيك يا مارلا؟ احكي لي عن نفسك. انا عندي 8 سنين وفي جريد 2. ماشي. بلعب جمباز ودايفنج وباليه. بحب يعني ارسم. الله. انت مارلا ورولين عندنا عاملين نفس تسريحه الشعر وشبه بعض وبيعملوا نفس الحاجات مع بعض. هنشوف بقى المنافسه هتبقى عامله ازاي. دين. انا دينا. اي دينا ماهر. بشتغل فرونت اوفيس شريك فرونت اوفيس في شركه. اوكي ماشي. بلاش اقول. استنى. فريدي جورج. مش لازم. فريدي جورج. ايه يا فريدي؟ عندي محل مفروشات في الوكاله. طيب قبل ما نبتدي الاسئله بتاعتنا وقبل ما نبتدي التشالنج اللي ما بين الاسرتين، انا احب اعرف الاسرتين مترابطين قد ايه وعارفين بعض قد ايه. هسالكم شويه اسئله تعارف ونجاوب بقى بسرعه. اوكي. محمد قول لي يامن ايه اكتر حاجه كرتون بيحب يتفرج عليه؟ سبونج بوب. ده حقيقي؟ ماشي اوكي. فريدي. باتريك بيتفرج على التلفزيون طول الوقت. ايه اكتر حاجه بتشده في التلفزيون؟ نينجا جو. لا ما لا 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 بقول بابا مش ماما. ايه؟ نينجا جو. ده حقيقي؟ ماشي اوكي. طيب ماما قولي لي ايه اكتر حاجه او اكتر مكان هي نفسها تروحه وتزوره ودايما بتقول لك عليه؟ هي كانت عايزه تروح شرم وراحتها. مفيش حاجه لسه جديده ولا انت لسه ما قلتيش لماما؟ هي عايزه تسافر بره. عايزه تسافري بره فين؟ بابا عارف. تسافر فين بره؟ تسافري فين بره؟ قول انت. ها اقول؟ ايوه. ها قول. ماشي.
ماشي. عايز تروح فرنسا؟ لا. اصلا بقى. اصلا بقى. امال عايزه تروحي فين؟ المانيا. ايه يا بابا؟ ماشي اوكي افتكرتك عادي. فريدي انت بتحاول تغش وتعرف معلومات؟ هتتفاجئ برضو على فكره. دينا قولي لي هي ايه اكتر مكان نفسها تروح؟ نفسها في فرنسا وامريكا و... لا عايزه مكان واحد اكتر حاجه نفسها تروح. اثري ولا اثري او سياحي؟ اثري القريه الفرعونيه. حقيقي الكلام ده؟ ماشي اوكي. طيب قول لي انت بابا بيشجع فريق ايه؟ الاهلي. الاهلي؟ ماشي. وبره مصر؟ ريال مدريد. ايه؟ ريال مدريد؟ ماشي. قول لي انت بقى ايه اكتر حاجه ماما دايما بتقول لك عليها لا؟ ان انا ما اشتريش حاجه حلوه دايما. ما تشتريش حاجه حلوه دايما؟ ماشي عندها حق برضه. عن اقتناع ولا ايه؟ مقتنع؟ مقتنع يا باتريك ولا لا؟ مقتنع. ماشي المهم تبقى مقتنع. ماما قولي لي ايه اكتر حاجه يامن بيتضايق منها لما اصحابه بيعملوها؟ اكتر حاجه يامن بيتضايق منها لما اصحابه بيعملوها؟ يخصموني. اما يخصموه. انت هو اللي جاوب اصلا. هو اللي جاوب. قال يعني بقى انت عرفتي لوحدك يا ماما. ماشي اوكي. قولي لي بابا مين اكتر حد بيكلمه في التليفون؟ عمك مينا؟ الكلام ده حقيقي؟ ماشي اوكي. قولي لي انت مين اكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ بوسي. بوسي؟ بوسي اختك؟ اوكي اوكي ماشي. قولي لي انت مين اقرب حد لماما في العيله عندكم؟ اقرب حد؟ مامتها تيتا. ماشي مش هنقدر نقول حاجه اكيد. اوكي تعالوا نبتدي اسئلتنا على طول واحنا واقفين كده. واضح ان احنا سخنا شويه واحنا على الواقف كده. هنبتدي الاسئله بتاعتنا. الاسئله بتاعتنا متقسمه ثلاث مراحل. المرحله الاولى انا مين او انا ايه؟ انتوا كلكم بتجاوبوا الاسره كلها. المرحله الثانيه انتوا بس الصغيرين اللي بيجاوبوا وعندكم وسائل مساعده صح وغلط او اختيارات. اوكي؟ اوكي. ماشي اوكي. يلا بينا نبتدي على طول الاسئله بتاعتنا. انا مين او انا ايه؟ انا القاره التي توجد بها دوله كولومبيا. قاره ايه اللي فيها كولومبيا؟ بابا وماما ممكن تجاوبوا. الدرجات دي في ايه؟ امريكا الجنوبيه. بالظبط. شكرا يا بابا. هنا انا القاره التي توجد بها دوله اوغندا. ها؟ اسيا. اوغندا. 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 خمسه اربعه ثلاثه اثنين واحد. افريقيا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا باتريك. مش عارف ايه بس ولا ماما ولا بابا عرفوا كمان. طيب الاسره دي انا اللعبه اللي بيلعبها احمد الاحمر بطل رياضي مصري. مين احمد الاحمر بيلعب ايه عندنا؟ انا عارف. ما تقوليش ما تقولوش ما تقولوش ما تغششهمش. كره يد باين. خمسه ايه؟ كره يد. ايوه برافو. طيب ما انت حلو اهو شاطر. طيب بطل كمال أجسام مصري فاز بمستر أولمبيا العام 2020 و2021. بيج رامي؟ طبعاً بيج رامي برافو. ماشي. أنا اللي غنيت حلوة يا زوب تتتتتتا ما يا زوب تتتتتتا اللي شافوه قالوا أروبا. لا ممثل غنى الأغنية دي بس. أدي الدنيا ترى بابا بابا. إيه بقى؟ ليه؟ هو غنى في المسلسل ده غير في المسلسل ده بس. غير كده هو ممثل عريق. المسلسل بتاع الحفيد. ايوه اسمه ايه؟ طب اقول لكم اسم المسلسل؟ اقول لكم اسم المسلسل. عارفين شكله قصير. لا طبعا ده ممثل عريق. ها؟ كان مسلسل غدا تتفتح الزهور. زوب. حلو يا زوب. مين اللي كان سايق؟ عارفه شكله ايه يا بنتي؟ خمسه اربعه انت كده ابتديت. عمنا مقبول. ثلاثه. ولا ده ولا ده ولا ده. اثنين. انت قلت مين او مين او مين؟ واحد. عمنا مدبولي. لا طبعا. وقادر مهندس. صفر. محمود ياسين. ايوه ايه ده؟ انا عارفه شكله قصير. بتقولي ايه اصلا؟ لا طويل وشعره. اي حاجه اي حاجه ماشي. مين هو ابو كف رقيق وصغير؟ محمد منير. مين هو؟ بكار. بكار. شكرا. المهمة الأولى إن أنتوا هتغطسوا في البول ده، والبول ده فيه كورة زرقاء كبيرة، كورة هاندبول، كورة يد. اللي هيجيبها الأول فيكوا هو اللي هيكسب المهمة الأولى. جاهزين؟ جاهز. جاهز يا باتريك؟ جاهز. هتحبنا؟ أه. هتحب اللعبة؟ أه. طب أما نشوف هتحبنا؟
انت حبيبنا اصلا. طيب يلا هتشجعوا؟ هنشجع. طب يلا يلا جيبوا جيبوا. ريدي ستادي اند جو. يلا الحمد لله. يلا الحمد لله. محدش باين من تحت. يا من يا من يا من يا من يا من يا من يا من. انا مش تابعة غير يا من زي باتريك. ولا باتريك اللي هيجيبه الاول. انا مش شايفه حد منهم عامه. ما حدش طلع لغايه دلوقتي. هم نزلوا ما طلعوش. شوفوا كده هنا يا امن. شوفوا الناحيه دي كده. شوف كده هنا هنا كده من هنا اهو. لا يا بابا انت بتعمل ايه يا بابا؟ يا بابا خلاص تعالى لما تتبوا. يامن طبعا بابا شافها الاول بس باتريك حط ايده على الكوره وهم الاثنين مسكوا الكوره في نفس الوقت فبالتالي هم الاثنين متعدين في المهمه دي. برافو جدا. يلا بسرعه تعالوا. عندكم وسائل مساعده لو ما عرفتوش تجاوبوا على الاسئله دي. الاسئله دي الاطفال بس هم اللي بيجاوبوا عليها. انت معاك الكوره ليه؟ ايه الانجاز في كده؟ هات الكوره دي كده اهو نحطها هناك و يلا هنا بقى نركز. عكس كلمة كريم نشيط صح ولا غلط؟ غلط. امال ايه؟ كريم انا كريمة عكسها ايه؟ بخيل. بخيل برافو ماشي. هنا بقى مفرد كلمة علماء عالم صح ولا غلط؟ صح. برافو صح طبعا. هنا الفراشات من الطيور صح ولا غلط؟ غلط. غلط منين؟ فراشة دي ايه؟ حشرة. حشرة برافو جدا ماشي. طائر الطاووس قليل الريش ولا يتمتع بالجمال صح ولا غلط؟ غلط. غلط طبعا ده احلى حاجة. اوكي برافو. طيب السؤال هنا في وسيلة مساعدة. تاجر اشترى 25 كيلو 25 كيلو من الموز و15 من البرتقال 15 من البرتقال. اجمالي اللي اشتراه ال 25 بلس 15 او ال 25 زائد 15 ايكوالز 40 40 صح ولا غلط؟ يس. يس برافو شاطر. طيب في هنا بقى سؤال تاني. امير معاه 20 بالونه 20 بالونز اوكي. بعدها اخوه اداله 13 بالونة 13 بالون اوكي. كده امير معاه 35 بالون او 35 بالونة. 35 بالون صح يعني؟ لا 20 و13 20 20 بلس 13 او 20 زائد 13 ايكوالز 35. غلط. 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 امال كام؟ تعالي نعدهم. ها 1 ها بسرعة بسرعة نعد. ها 20 احنا معانا 20 عليهم 13 1 2 32 33 يبقى كام؟ 33 يعني كام بالعربي؟ 2 لا 33 33. طيب شاطرين جدا جدا وطعمين جدا جدا جدا. ايه رأيكم نعمل المهمة التانية ونشوف ايه اخبار البنات اللي معانا؟ هناخد الاطواق دي كل واحد يمسك الاطواق. بالظبط. لا الاطواق امسكيها عشان يعني ماشي هيبقى اسهل لو مسكتيهم كلهم. هنحاول ندخل الاطواق اللي هنا للاطواق اللي هنا هنشوف مين فيكم هتدخل ايه اوكي. يلا واحده واحده نبتدي. يلا يلا يا مرة 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 ماشي. يلا انا قاعده مستنيه اي حاجه تخش. يلا يا مرة. يلا يا رورو. يلا يا رورو. رولين ولا مارلا؟ رولين ولا مارلا؟ ولا رولين ولا مارلا؟ كده كده ده طوق كده كده. جربي التكنيك ده كده. اه كانت قريبه كانت قريبه. ده احنا كده بنصطاد عصافير يا بنتي. يلا يلا يا مارلا. يلا يا مارلا. يلا يا رولين. رولين جربي كده.
يلا. ايوه ماشي بعيده. بالراحه بقى عشان ايه؟ رولين دي اخر واحده يا رولين. اخر واحده هنا، اخر واحده مع مارلا. مع رولين. ماشي مع مارلا، ولا رولين ولا مارلا. طب تعالوا نرجع مكاننا تاني، مش ممكن الفشل الرهيب في المهمه دي. ونشوف بقى الاختيارات، ان شاء الله هيبقوا شاطرين لان هم شاطرين لغايه دلوقتي جدا جدا في الاجابه على الاسئله. افكركم ان انتوا عندكم وسائل المساعده. اختار ما بين الاقواس، الاسره دي. الشخصية الخيالية الكرتونية بينوكيو كانت مصنوعة من ايه؟ حديد، خشب، قط. خشب. انتوا بتجاوبوا ليه؟ انتوا بتجاوبوا ليه؟ هما اللي عليهم الدور، اديكوا جاوبتوا لهم، برافو. من الخشب طبعا. بتفرج عليه. ايوه ما احنا كلنا بنتفرج على بينوكيو. ماشي. شخصية من هما شخصية من فيلم ديزني بتروح لبلاد فيها حاجات عجيبة كتير. اسم الشخصية دي أليس بيلا جاسمين. في بلاد العجائب. أليس في بلاد العجائب. أكيد أليس. أنا اتفرجت على المسرحية بتاعتها. أيوة طبعا، برافو. ماشي. هنا في الساعة اللي فيها العقارب، العقرب الطويل بيشير إلى الدقائق، الساعات، الأيام. الدقائق. أكيد الدقائق يعني، برافو. ماشي. السؤال هنا، تشرق الشمس من الشرق، الغرب، الشمال. تشرق الشمس من الشرق ولا الشمال ولا الغرب؟ انتوا بتفكروا بجد؟ غرب يا ابني. الشرق. بتشرق. الشرق. الشرق. بتشرق منين؟ الشرق. مش شرق طبعا. يا ابني بتشرق منين؟ مش شرق. ماشي. هنا الثلج هو الحالة الصلبة ولا السائلة ولا الغازية للماء؟ الصلبة. ماما فاكرة انت تفتكري ان احنا كلنا مش سامعينك؟ يا ماما ده انت في التلفزيون يا ماما ولابسة مايك، يعني احنا كلنا سمعناكي وانت بتقولي لهم، كلنا كل الاسر المصرية. يلا الحمد لله كنتوا استعنتوا، طيب يعني كان هيبقى منظركم احسن شوية. ماشي. هنا لما بتمشي الحرباء، الحرباية، لما بتمشي الحرباء على الرمال بتتحول للون الازرق، الاصفر، الاخضر. الرمال؟ اه رمال لونها ايه؟ برافو. سهلة أوي. أنا لسه قاعدة ولا سهلة أوي؟ طبعًا سهلة جدًا. طيب واضح جدًا 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 إن هما شاطرين، واضح كمان إن هما فاقوا أوي بالمعلومات العامة دي. تعالوا بقى على طول نشوف الأسرتين اللي معانا هيعملوا إيه في التوازن. رحلة جينا بقى للعبة التوازن، وهنشوف مين من الأسرتين اللي عرف يكون متوازن رايح جاي وراجع بظهره وهيعدي من غير لما يقع ولا حاجة. مين جاهز؟ هنشجع يامن ولا إيه؟ يلا استنى، ما قلتش ريدي ستيدي جو. أنا ما قلتش، أنا ما قلتش ريدي ستيدي جو. ريدي ستيدي جو. يامن برافو. يامن يامن برافو. يامن حلو قوي قوي قوي. انت قلت لي انت بتلعب ايه رياضه؟ ايه؟ سباق وكوره. سباق وكوره. طب بظهرك يا يامن ما قلتلكش. يلا الله. يامن ما ينفعش توقع قمع. لا بظهرك مش بجنبك، بظهرك. بظهرك. ايوه ايوه بظهرك. بظهرك يامن. بظهرك. ايوه خليك بظهرك مش بجنبك. بظهرك مش بجنبك يا لا ايه يا نوع ولا ايه؟ بظهرك مش بجنبك. ها ها بظهرك مش بجنبك. طب وريني بقى ايه رايح جاي كده بظهرك، دي حاجه سهله المفروض. توازن. ايه ده فين رولين؟ ما بن ايه؟ ما بنشجعش رولين ليه؟ ايه يا رولين ده؟ انا ما لحقتش اقول حاجه. لا
في علمك بقى الستات بيبهروني في اللعبه دي. ماما ماما يلا ماما 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 ايوه من غير ما نوقع اي قوم يا ماما لما فيش حد بيشجع ماما والله ماما جامده جدا لغايه دلوقتي برافو يا ماما ايه ده بقى برافو بظهرك بقى بظهرك بقى يا ماما ارجعي لي بظهرك بقى زي الناس يلا وريني وريني الحلاوه والطعامه والشقاوه الله ماما 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 يلا يا ماما برافو لا 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 يا ماما لا 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 بظهرك مش بجنبك يلا يا ماما يلا يا ماما برافو والله لا اداء مشرف اداء عظيم هنقع بس عادي لا ولا مش هنقع مش بجنبك يا ماما ايوه مش بجنبك برافو مش بجنبك بظهرك مش بجنبك اجيب هدا ايدي ما هو بصي كده بصي الوش كده وامشي وامشي ارجعي بظهرك كده اهو عادي صاحبه مايكل كده عادي ايوه لورا بقى والله مش انا قلت لك الستات بيبهروني انا انبهرت دلوقتي انا نفسي انبهرت شفتي بقى هنقع ولا ايه ايه يا ماما يلا خلاص اهو يا ماما برافو يا ماشي 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 برافو ماما والله شفتي انبهرتي ازاي طيب عيب قوي لو حضرتك وقعت وانت رايح لا ان شاء الله خير يلا مش عايزين نوقع ولا امع مقاس حضرتك كام 44 ماشي اوكي ايوه مش عايزين نوقع ولا امع ولا واحنا رايحين ولا واحنا راجعين ولا واحنا رايحين كده ولا احنا راجعين كده اهو ماشي انا خايفه قوي انا خايفه والله خلاص طب يلا حلو قوي نرجع بالظهر بقى مش هرجع كده لا طبعا اكيد ما ينفعش اكيد ما ينفعش بالظهر مش بالجنب طيب بالظهر مش بالجنب مش بالجنب وريني يا محمد بقى لا لا محمد محمد ما بيضحكش عليا كان نفسي يلا يلا وريني رشاق الله 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 لا 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 الله لا 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 بالظهر مش بالجنب او هنقع هنقع والنبي شكلنا هنقع خلاص ماشي ها بالظهر مش بالجنب بالظهر مش هتيجي بابا كده ما يبقاش فيه غير ماما اللي في الأسرة دي رحلة سعيدة يلا أيوة يلا إيه بقى؟ الله تضحك على إيه؟ يلا الله الله هتروحي كده وترجعي بظهرك يلا بينا مارلا 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 ايه ده مارلا ايه ده ايه ده ايه الاسره اللي ما بتشجعش دي مارلا انت بتلعبي جمباز ايوه وريني الثبات بقى وباليه يا نهار ابيض الاثنين جمباز وباليه حاجه في قمه اللذاذه هل هنقع بقى بالجمباز والباليه ولا الفلوس ايه لا 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 تمام لا 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 ايه لا لا ايه لا 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 هتوقعي الام هتوقعي الام طب هتقعي طب ماشي يلا يلا يا مار لا 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 انتوا نايمين قوي نايمين قوي والله لا مش كده مش كده والله ده مارلا عامله اداء مشرف جدا 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 برافو مارلا هتقع يا حبيبتي برافو برافو يا مارلا هنرجع بقى يلا وريني بقى وريني الشطاره والحلاوه والطعامه واللذاذه ايوه عدينا بأمان وسلام الأولى الأولى إيه؟ مش عارفة يعني. مش عارفة إيه؟ حاسبي توقعي الأمة الأمة ورايا أنا مش شايفة معلش بقى تحسسي يلا يا مارلا برافو مارلا إيه ده بتسقفوا لها بتقول لكم سقفوا لي
كويسه يا مارلا؟ انتي كويسه؟ طب الحمد لله الحمد لله. تعالي يلا بينا يلا. ايه يا ماما ده؟ ايه يا ماما ده؟ ايه يا ماما ده؟ ماما 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 لا 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 مامي ماما يا مامي مامي انا خايفه يا مامي انا قلقانه يا مامي. لا لا مش ممكن كده. شطاره شطاره والله شطاره والله. ما نشوف الرجوع هيبقى فيه ايه. يلا بصي هي برضو ايه والله يسرى عملت شغل عالي واسهلتنا. بس هو صعب يسرى. هي صعبه ما حدش قال انها سهله. انا ما قلتش انها سهله. لو وقعتي قمع هتخسري. لو وقعتي قمع هتخسري. يلا ايه دينا؟ ايه يا دينا؟ دينا دينا حسيتي انك هتقعي خديها من قصرها ونطي. دي نصيحه يعني. استني بس ايه عامله لك كور كده. وقعت كده خلاص انت. من غير ما اقع. من غير ما تقعي. تعالي كده تعالي حاسبي كده ايديكي. ايوه ماشي. بابا بابا اتفضل يا فريد. يلا ما تجيش ولا جنب امه واحد. لو وقعت اي امه او انت وقعت طبعا هتبقى خسران. مفيش اي حد بيشجع بابا خالص. بابي يلا بابي. لا 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 لا. مفيش. شفتي شفتي مش قلت لك مفيش غير يسرى اللي عرفت تكمل رايح راجع. دلوقتي هنشوف بقى مين هيعمل ايه في الفي ار وهنرجع لكم على طول. جينا بقى للفي ار وهنشوف بقى الاستاذه مارلي هتعمل ايه في الفي ار وهتكسب ولا هتعمل ايه. مارلا قولي لي انت بتلعبي في اور دايما؟ يعني ساعات. لا ما بلعبش. ما بتلعبيش. طب اول مره تلعبي اللعبه دي يعني؟ اه. طب خير ان شاء الله. يعني انا حاسه ان انت هتكسبي ان شاء الله. هنشجع مارلي؟ هنشجع. يلا يلا يا مارلا. مارلا يلا ريدي ستيدي اند جو. مارلا بلاي. يلا يا مارلا يلا يا مارلا يلا يا مارلا يلا يا مارلا 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 حبيبي مارلا. البلوكس دي مش المفروض انها تبقى بتخبط فيك. مارلا مارلا الله شاطره قوي مارلا شاطره قوي مارلا شاطره قوي قوي يا مارلا. ده هي اول مره متاكده. النبي شطاره حلاوه طعام. ايوه ايوه يا فترك جامد كده. فترك بيشجع بقلب. مارلا 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 مارلا. والنبي مارلا شكلها هتكسب ولا ايه؟ شكلها شطوره يا مارلا. ايوه برافو شاطره يا مارلا والله. مارلا 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 يلا يا مارلي. مارلا 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 بتكسب يا جماعه. بتعملها بتعملها مارلا بتعملها وهتكسب وشكلها هتكسب. شكلها يا جماعه كده داخله على ال ايوه التألق. ارجعي ورا سنة بس. عارفه لو رجعت ورا سنة مش هنكسر الشاشة ان شاء الله. حاجة شطارة حلاوة طعامة لذاذة تألق شغل يعني محترفين. مش ممكن يا جماعة. قالوا أول مرة إيه؟ لا 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 كذبت مارلا كذبت مارلا يا جماعة. شطارة شطارة شطارة. يلا يا رولين تعالي. يلا يا رورو يلا ريدي ستيدي جو على طول. دوسي بلاي كونتينيو بلاي. يلا يس يس اهو دوسي الزرار اهو اهو اه يلا ها رورو رورو. يلا يا رولين برافو يا رورو. لا 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 حاسبي يا رولين ما ينفعش دي تمسك فيكي يا رولين. اتحركي
رولين. معلش 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 معلش، البوكس طبعا خبطت في رولين. تعالوا نروح نسمع حدوته ونرجع نكمل لعبنا تاني على طول. معلش 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 معلش. اهلا بكل اصحابنا في الرحله السعيده، وباصحابي اللي معانا النهارده كمان في حكايه جديده من حكايات ماما سماح. حكايتنا النهارده يا اصحابي هنروح فيها لمكان يمكن كتير من اصحابي ما شافوهوش، او كتير من اصحابي ممكن يكونوا عدوا عليه وهم راكبين القطر بس ما خدوش بالهم منه. هنروح لحقل من حقول القمح. شايفين سنابل القمح حلوه ازاي؟ عارفين ان القمح ده بيدخل في حاجات كتير قوي من اللي احنا بناكلها، يعني في الخبز اللي هو العيش، وفي الحلويات، وفي البسكوتات، وكل الحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها بيدخل فيها ايه؟ سنابل القمح، او بيدخل فيها ايه؟ حبوب القمح. في حقل القمح السنابل كلها يوم عن يوم بتكبر بشكلها جميل زي ما احنا شايفينه كده. قرب موسم الحصاد. يعني ايه الحصاد؟ يعني الوقت اللي بيجي ان احنا بقى ايه؟ ناخد السنابل دي ونطلع منها حبوب القمح. شعاع الشمس نزل في الحقل وبدا يسال كل سنبله، يقول لها انت بتتمني ايه؟ ايه امنيتك يا سنبله بعد ما تسيبي حقل القمح بقى وتبقي كده حره؟ سنبله من السنابل قالت انا نفسي ابقى موجوده في فطيره كده حلوه جميله طريه من اللي بيحبوها الاطفال، فيها كده شوكولاته، فيها بلح، فيها حاجات حلوه من المغذيه اللي الاطفال بياكلوها. السنبله بقى بطلت قصتنا كان ليها امنيه مختلفه تماما. الحقل بتاع القمح ده يا اصحابي كان بالظبط قدام شريط القطر، قدام القضبان بتاعه القطر. كل يوم كان القطر يعدي قدام الحقل، كل يوم يعدي رايح ويعدي راجع. السنبوله بطلت قصتنا كانت تفضل تراقب القطر وتفرح قوي لما تسمع صوته، تقول ايه ياه امتى بقى اسيب الارض دي اللي انا طول النهار كده فيها واروح اقعد على شباك القطر اتفرج على البلاد واسافر واروح كل حته. فعلا شعاع الشمس حقق لكل سنبله امنيتها. صحت الصبح السنابل وجه شعاع الشمس واخد كل واحده منهم وداها المكان اللي هي اتمنت تكون فيه. راحت بقى السنبله عند شباك القطر وقعدت عند الشباك. مر يوم واتنين وبدات تحس بالزهق. صوت القطر عالي قوي قوي قوي. الصوت ده لما كانت في الحقل بتسمعه كان بيبقى بعيد، لكن لما قعدت على شباك القطر الصوت بقى ايه؟ عالي ومزعج. تاني حاجه قاعده في مكان ضيق قوي 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 في حته صغيره في الشباك، كانت حاسه انها متضايقه مخنوقه. لكن بقى الحاجه اللي خوفتها قوي 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 يا اصحابي ان في يوم من الايام القطر عدى عند برج حمام. عارفين برج الحمام شكله ايه؟ بيبقى كده طويل وفيه خروم بيعيش فيها الحمام ويطلع يطير ويرجع تاني. حمامة جت من البرج ده ووقفت عند الشباك. تفتكروا السنبلة بقى تحس بايه وقتها؟ انها ايه؟ خايفة. انها خايفة. لما كانت في الحقل كان في حاجة بتحميها، معرفش انتوا شفتوا ولا لا، لما بتركبوا القطر بتعدوا على الحقول بتلاقوا حاجه واقفه كده احنا بنسميها خيال المآتة. ايه خيال المآتة؟ بيبقى عباره عن خشب ملبسين ولبس فلاح وحاطين مثلا عليه شال، او حاطين عليه اللبس اللي بيلبسه الفلاح على راسه كده عمه او حاجه عشان الطيور اللي بتاكل المحاصيل تفتكر ان ده راجل حقيقي وما تقربلهاش، ما تقربش للزرع اللي في الحقل وتاكله. افتكرت السنبله خيال المآتة اللي كانت دايماً زهقانة من وجوده في الحقل وقالت ياه ده كان فعلاً بيحمينا من أي طائر يدخل ياكل المحاصيل اللي موجودة وياكلنا معاها. طب دلوقتي أنا أعمل إيه؟ يا رب الحمامة ما تاكلنيش، يا رب يا رب. طول ما الحمامة كانت واقفة على الشباك السنبلة بتترعش وخايفة وعمالة تتحرك عند شباك القطر وهي خلاص حاسة إنها هتقع. الحمد لله في آخر لحظة القطر اتحرك والحمامة طارت. طول السكة والسنبولة عمالة تفكر يا ترى أنا اتصرفت صح ولا اتصرفت غلط. وقف القطر شوية وطلع
القطر الفلاح الطيب اللي كان هو اللي بيسقي الزرع وبيسقي السنابل، وهو اللي دايما بيعتني بالحقل اللي السنبولة كانت عايشة فيه. قعد الفلاح جنب الشباك، تفتكروا عرف السنبولة؟ لا. عرفها؟ لا. هي شافته قالت له ايه؟ أنا هنا. مش سامعها، أنت مش فاكرني؟ ده أنت اللي كنت بتطبطب عليا كل يوم لما كنت بتسقي الحقل بالمية، أنت مش عارفني؟ سمعها؟ اسمعهاش. افتكرها؟ ما افتكرهاش. شوية والقطر مشي 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 ووقف تاني قدام الحقل اللي كانت فيه السنبولة. كل الناس اللي راكبة في القطر بصوا قالوا الله، إيه الحقل الجميل ده؟ واحد كده قاعد في القطر قال لهم يا سلام، لما شعاع الشمس كده بينزل على السنابل بيخلي لونها زي بالظبط قطع الذهب، لأن الشمس ذهبية والقمح بيبقى لونه كده لونه يعني مدي على ذهبي شوية، لما الشمس بتلمسه أو بتيجي عليه بيبرق زي الذهب. واحدة تانية قالت لا، وبالليل لما القمر يطلع في السماء نور القمر على السنابل بيبقى عامل زي حبات اللؤلؤ. السنبولة فرحانة تقول لهم ما هو أنا كنت هنا، ده كان بيتي. هم سمعوها؟ لا. هم شافوها؟ لا. أبدا محدش حاسس بيها. مش القطر شوية وقالت إيه؟ إيه ده؟ أنا هنا لا حد سمعني ولا حد شايفني ولا أصحابي جنبي. أنا لما كنت في الحقل كنت طول اليوم العصافير تيجي كده وتغني أتبسط بيها، السنابل الهوا يجي السنابل كلها تميل على بعض كده كأنها تحضن بعض، لما حتى الفلاح كان يجي يسقينا كان يطبطب على كل سنبولة وكأنه بيسلم عليها. أنا هنا محدش حاسس بيا ولا حد عارفني، حتى الفلاح الطيب اللي كنت كل يوم بشوفه طلع القطر ومعرفنيش. مشي شوية القطر ووقف، وطلع القطر مين؟ طلع القطر بياع الفطير. بياع الفطير شايل صندوق كبير مليان فطير، عمال يقول الفطير اللذيذ، مين ياكل مني الفطير اللذيذ؟ الأطفال كلهم قالوا أنا عايز وأنا عايزة وأنا عايز. بدأوا كلهم يشتروا منه الفطير وياكلوه. أول طفل قطم الفطيرة بتبص السنبولة لقيت ضحكة حد عارفاه. عارفين مين؟ مين اللي كانت بتضحك جوه الفطيرة دي؟ السنبولة صاحبتها اللي قالت أنا نفسي أبقى جوه فطيرة ياكلها طفل. الطفل ضحك، السنبولة ضحكت. الطفل اتبسط، السنبولة اتبسطت، لأنها رسمت السعادة على وش طفل جميل أكلها وشبع واتبسط بيها. يا بختك، أنت بتضحكي وأنا هنا قاعدة زعلانة وحزينة. أنت صحيح دلوقتي مش موجودة جنبي، لكن أنا شفت ضحكتك لما الطفل الجميل أكلك واتبسط. كمان الطفل هو بياكل وقعت فتافيت من الفطيرة، وقعت على الشباك لأن الطفل كان قاعد جنب الشباك. بسرعة 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 جم كل العصافير عند الشباك وأكلوا فتافيت الفطيرة وضحكوا واتبسطوا وغنوا. تاني شافت ضحكة مين؟ مين اللي ضحكت لما العصافير ضحكوا؟ السنبولة. كل ما حد ياكل منها تضحك، حتى الفتفيت بتاعتها لما العصافير كلتها ضحكت. طب وانا؟ انا ليه ما بضحكش؟ عشان انا ما حبيتش ان انا اساعد حد ولا ان انا اكون في حاجه ممكن حد يستفيد بيها. مش القطر مش القطر مش القطر، وشويه وطلع بياع العيش، بياع الخبز. قال معايا الخبز الطري، معايا الطازه، مين يحب ياكل مني خبز؟ كل الناس قالت له أنا، وأنا العيش ده نعمة من ربنا محدش يقدر يستغنى عنها. نقدر في يوم ما ناكلش عيش؟ لا. ست طيبة كده قالت له إيه؟ أشتري منك عيش بس اديني أنا كتير، لأن أنا ما عنديش سنان تاكل الحاجات الجامدة، لكن العيش أقدر أكله بسهولة. الست بدأت تاكل وتقطم من رغيف الخبز. كل ما حد يقطم قطمة من رغيف العيش السنبولة تضحك وتتبسط. والسنبولة اللي قاعدة على القطر يحصل لها إيه؟ تزعل وتقول يا بختك يا بختك، ضحكت كتير قوي وأنا شايفة ضحكتك في كل حد بياكل حتة من رغيف العيش اللي أنت دخلت فيه، وأنا محدش حاسس بيا وأنا محدش شايفني. جه الليل والقمر طلع في السماء، بصت للقمر وقالت له إيه؟ ممكن أطلب منك طلب. نزل شعاع القمر عند القطر وقال لها عايزة إيه؟ قالت له ممكن ترجعني تاني الأرض. قال لها ترجعي الأرض تعملي إيه؟ قالت له أرجع تاني الأرض أرجوك، أنا سبت الأرض وجيت هنا لحد حاسس بيا
ولا حد شايفني ولا حد عارفني، فكرت في نفسي بس، فكانت النتيجة إن أنا فضلت أنا وحيدة. عمري ما ابتسمت من ساعة ما سبت الأرض، عمري ما فرحت. رجعني تاني الأرض شعاع القمر، قال لها حاضر هرجعك الأرض. نزل شعاع القمر وشال السنبولة ورجعها تاني حقل القمح أول ما القطر عدى عليه. اتدحرجت في الأرض. مين أول واحد شافها؟ الفلاح. الفلاح قال لها إيه ده؟ أنت جيتي؟ قلت له ما أنا كنت على شباك القطر. قال لها إمتى؟ قالت له لما أنت ركبت. قال لها لا شفتك ولا عرفتك. قالت له أنا هنا، أنا هنا رجعت لك تاني. قال لها يوم من يوم ما سبتي الحقل ده وفكرتي في نفسك ما شفتيش يوم حلو أبدا. قالت له فعلا، لأني سبت أرضي، سبت المكان اللي اتولدت وعشت فيه، وقلت عايزة أروح أعيش في مكان تاني بعيد وأشوف ناس جديدة وأشوف بلاد جديدة. لا أنا اتبسطت ولا حسيت إن أنا الحاجة اللي كنت بتمناها هي اللي كانت مفروض أعملها أو مصدر سعادة لي. أنا رجعت تاني الأرضي، أرجوك زرعني من جديد وحكبر في الأرض دي وهبقى سنبولة قمح في الأرض دي. وقتها لو سألني شعاع الشمس تاني مش هطلب أروح عند شباك القطر، هطلب حاجة تسعد كل الأطفال والكبار، لأن ربنا خلقنا مش بس عشان نعيش لنفسنا، لكن عشان نبقى مصدر سعادة لكل الناس اللي حوالينا. وهي دي فعلاً سنابل القمح، سنابل الخير، سنابل العطاء. إيه رأيكم بقى في قصتنا؟ حلوة أوي. حلوة، حلوة أوي. حلوة أوي. ليه بقى حلوة أوي؟ فيها السنبولة. السنبولة عملت إيه؟ السنبولة ما فكرتش في نفسها في الآخر، ما فكرتش في نفسها. فدايماً السعادة إن إحنا كمان نبسط الناس اللي حوالينا، وقتها نحس إن إحنا مبسوطين وسعداء. أصدقائي، دي كانت قصتنا من نافذة القطار اللي عرفنا فيها حكاية سنابل القمح الذهبية وحكاية السنبولة اللي سابت أرضها وراحت عند نافذة القطار، وفي النهاية رجعت تاني لأرضها والوطنها اللي ما تقدرش تستغنى عنه. أشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سماح. جينا للعبة الترابيزة، وعندنا طبعاً المتاهة بتاعتنا. نشوف بقى مين من البنتين اللي هيدخل الكرة بتاعته وهيوصلها الناحية التانية أسرع. جاهزين؟ جاهزين. طب يلا رادي استادي جو على طول. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. لعبتوا بقى اللعبة دي قبل كده؟ لا. لا صح؟ طب انتوا بتلعبوا في البيت أصلاً مع بعض؟ أصلاً؟ انتوا كأسرة يعني تقعدوا بقى تلعبوا كده؟ ولا بتلعبوا انتوا صغننين بس بيلعبوا الكبار ما بيلعبوش معاكم؟ بتلعبوا ايه بقى مع بعض؟ ليجو مثلا؟ لا لا مش لا لا بالهوا بس. ها آه. وايه كمان؟ كمان بالهوا بس. ماشي. وانتي بابي يلعب معاكي ولا ماما؟ طب امي حبيبتي في ايه؟ انا هلعب. لا لا بالهوا بس. ها آه. بالهوا يعني تعالي من هنا وهوي. يلا يا بنات واقفين عند نفس الحته. هي مش عاوزه اصلا. ايه جربي التكنيكس مختلفه اهي. كل واحده دخلي. ايوه لا بالهوا بس. بالهوا ما تلمسيهاش. بالهوا يعني كده اهي. بالهوا بالهوا من فوق. بالهوا بس. بالهوا بس. بالهوا يا حبيبتي. بالهوا بالهوا يعني كده. ماشي يلا. شفتي انا لما هويتها طلعت ازاي؟ ايوه. طب يلا هوي بقى اهو بالظبط كده. هوي بقى. ايوه برافو برافو يا رولين. عملتها. ايه ده مش ممكن. مارلا مارلا هي اللي كسبت. برافو يا مارلا. برافو 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 برافو. معلش معلش كنت شاطره والله. تعالوا بقى نكمل لعبه الترابيزه ونشوف مين تاني هيعمل ايه على نفس الترابيزه دي. مين بقى بيحب الاكس او؟ احنا بنحب الاكس او قوي هنا صح. تحبوا تلعبوا اكس او؟ احنا عندنا اكس او مختلفه شويه. لعبتوا قبل كده بالازايز دي يا بنات؟ جربتوها؟ طب احنا معتمدين عليكم بقى. اللي هتجيب الازازه واقفه هنحط بقى الاو او الاكس. اوكي
يلا بينا تيم ورك بقى، عايزين ايه نجهز ونبقى ايه سخنين كده. رادي ستادي جو ابتدي يا رولين. ما جاتش، يلا مارلا. لا انت بتعمل ايه مارلا؟ ما جابتش اصلا، ما لعبتش اصلا. يلا يا مارلا. يا سلام رولين. يا ابني يا حبيبي لما تقف، لما تقف. يلا يا بنتي ماشي يلا. ايه رولين ده؟ معلش لا نشجع بعض، احنا تيم ورك. يلا اسرع بقى مارلا. ماشي يلا. كانت هتقف. يلا يا رب. يلا يس حط. يلا اهو ماشي. يلا ماشي رولين. برافو يا رولين، عرفت التكنيك شويه. لسه مارلا مش فوق قوي يا مارلا، علشان ايه؟ عشان تقف يعني. يلا لا ماشي. يلا حلو كانت هتيجي. يلا يلا رولين. مش ممكن، مش مصدق نفسه. قال لا يا رولين ده، شفت بقى رولين طلعت جامده ازاي؟ اتفضلي انا اللي يلا. هي اللي بتخليك تكسب على فكره. يلا يلا ماشي. يلا يا رب. يلا يا رب يا مارلا. واحده نفسي احط اكس واحده. يلا يا رولين. يلا يا مارلا. لا يا رب معلش معلش معلش، حصل خير كده. يبقى الفريق ده هو اللي كسب اكس او، الفريق الاحمر. هنشوف بقى اللعبه اللي بعدها هنعمل ايه على نفس الترابيزه. معلش 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 معلش، الحماس مسيطر على المكان. وهنشوف بقى الاستاذ باتريك ولا الاستاذ يامن اللي هيكونوا يعني ويدخلوا اكبر عدد كور في الكوبايات اللي قدامهم. عارفين هنلعب ازاي؟ جاهزين؟ ماشي اوكي. انتوا متعودين تلعبوا اللعب دي ولا يعني مش قوي؟ عايزين نلعب. طب يلا، انت مش قادر يمسك نفسه. يلا بينا نلعب. ريدي ستادي جو. يلا ما لحقتش اقول حاجه، الحماس بقول لكم مسيطر على المكان. لو عملتوها بالراحه ممكن تخش. بالراحه بالراحه. ايوه بالراحه. ايوه اهو اهو. ايوه بالظبط كده شاطر. مش بالراحه قوي كده يعني، هنقعد نجرب لغايه نخش. واحده ولا واحده دخلت، لا هنا ولا هنا. الله 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 الله. ايه ده كانت هتخش دي؟ ماشي يلا يلا خلي بالك. كانت هتيجي يا باتريك. مش قوي كده يعني، حاول بالراحه كده تزقها. معلش معلش انا يا ابني مش قدامك لكده يعني. ايوه معلش يا باتريك. ايه دي؟ على الترابيزه على الترابيزه. ايوه كانت هتيجي. يلا ولا واحد دخل ولا كوره. ده الحماس ده عامل ايه؟ ولا حاجه. ها باتريك انت مستني ايه؟ اخر كوره. يلا يا باتريك هتيجي ولا جت اي حاجه؟ ولا ده جاب حاجه ولا ده جاب حاجه. تعادل، وتعالوا نروح على اخر لعبه الترابيزه. ده لسه جايب واحده. ده جايب واحده فين؟ جينا لاخر لعبه الترابيزه معانا النهارده، لعبه الهرم. هنشوف مين هيكون هرم اسرع ويلموا اسرع. بس اول لما نكون الهرم نقول الاول خلصنا او فينشت، وبعد كده نلمه علشان نعرف نظبط كده الموضوع واشوف مين فيكم اللي ايه كونه الاول. اوكي يلا ريدي ستيدي اند جو. على طول على طول ثبات انفعالي عند رولين، سرعه في الاداء عند مارلا. ماشي الله، شفتي السرعه ايه في التأني؟ سلامة برضو. وفي العجلة إيه؟ ندامة. ماشي بساعدكوا يعني، ساعد كل واحدة فيكوا شوية أهو. يلا يا مارلا. يلا رولين مش ممكن على اللذاذة أهو. أنت عاملة كام تحت؟ ناقصة هنا على فكرة، البنية التحتية عندك ناقصة بالظبط. ودي كوبايتين في بعض. وانتي روحي هاتي كوبايتك بسرعه. الله عليا الله عليا وعلى البنات الحلوه دي. الله دي كوبايتين في بعض حبيبتي. ها انتي متأنية بس مش مركزه ولا مركزه؟ وانتي ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه كده. ليه؟ انتي عدي 1 2 3 4 5 6، دول اكتر من 6. ماشي دول 6. لا خلاص كده دي زياده دي.
ماشي؟ اوكي بالظبط كده. معلينا معلينا. هي هنا رولين خلصت الهرم. يلا هنلم بقى بسرعه. في اتنين عندك لسه، فاضل ثلاثه عندك. يلا اتنين. لا تلم ماشي، هنشوف هنلم ازاي، نشوف هنلم ازاي. بسرعه بسرعه حطي الهرم عشان يبقى شوف مين هيلم اسرع. لا حطيه الاول، حطيه الاول. ايوه فينش. شيلي ايديكي يلا لمي بسرعه. ايوه يلا يلا والنبي. مرتبه منظمه. ايه ده؟ طب ما تقولي حاجه يا رولين، انت ساكته ليه؟ رولين هي اللي كسبت طبعا طبعا طبعا. شطاره حلاوه طعامة لذيذه مش ممكن. بس احنا ما خلصناش اللعب اللي عندنا ولا المسابقات اللي عندنا، احنا لسه بكره مكملين لعب ومسابقات وحواديت وحركات. فاستنونا بكره من الجزء الثاني من رحلتنا السعيده جدا جدا جدا. سعيده ولا مش سعيده؟ سعيده ولا مش سعيده؟ سعيده. طب قول لهم سعيده. باي.